صباح الخير عليكم مشاهدي قنوات دريم في كل مكان. صباح الجمال، صباح الأمل، صباح جميل على كل مشاهدينا. أهلا بكم وحلقة جديدة وصباح دريم. النهاردة يوم السبت 28 ديسمبر 2013، ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن السنة الجديدة. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله 2014 تكون سنة سعيدة علينا كلنا. فقرتنا النهاردة متعددة، فحلقتنا هنبتديها كالعادة بفقرتنا الصحفية اليومية وأهم ما صدر في الصحف المصرية لهذا اليوم. بعد كده هنروح لفقرة ومجموعة من التقارير ونبدأ الشارع المصري، وبعدين هيكون معانا في فقرتنا أحوال الناس النهاردة موضوع هام جدا خاص بمعهد الأورام في مصر، والحقيقة بيعاني من مشاكل عديدة، وهنعرف مع بعض إيه اللي ناقصه بالظبط ومحتاجين إيه علشان المعهد يكون متفوق. بعد كده هيكون معانا فقرة مصر الحلوة زي ما عودناكم كل يوم السبت، ومجموعة من الشباب اللي بيحبوا بلدهم. استنونا بعد الفاصل، ومرة تانية بصبح عليكم مشاهدينا. نريد حشدا للدستور يبهر العالم ويوقع الرعب في قلوب الإرهابيين. اخرجوا جميعا ايها الشعب المصري لصناديق الاستفتاء لنري العالم كله شرقه وغربه، ولنري من اراد ان تسيل دماء ابناء مصر على ارض مصر، ولنري من في قلبه ذلك الحقد الاسود الاعمى، لنريهم من هم المصريون، لنريهم من هم المصريون. يلا كمل ثورتك، دي أهم خطوة نبتدي بها الطريق، وبعدها ممكن نغير كل شيء. يعني نكون أو لا نكون حلمك قصادك، لو يهو صار كل اللي اتبنى ده نهد فيه. ما بقتش خايف هنزل مهما يجرى ايه، هنزل وأشارك صوتي أتحاسب عليه. قدام عينيا الاختيار، ما سيبش بلدي للضمان، خسارة كل اللي اتبنى ده نهد فيه. انزل وشارك في اللي جاي قول كلمتك، شيل أي فكرة جوه بالك تحبطك، دلوقتي بلدك محتاجة لك همتك، بيتك تغير يلا كمل ثورتك.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، ومرة أخرى بصبح عليكم. وهذه فقرة الصحافة نبدأها من جريدة الوفد. قرار جمهوري بزيادة المعاشات 10%. أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا اليوم السبت بزيادة المعاشات، ينص على أن تزداد بنسبة 10% اعتبارا من 1 يناير 2014. المعاشات المستحقة هذا قبل هذا التاريخ. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن هذا القانون ينفذ وفقا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، أو وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 80. ولتعليق على هذا الخبر معنا الأستاذ البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات. صباح الخير يا فندم. أيوة صباح الخير. أهلا بك يا أستاذ بدري. أستاذ بدري، ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية بشأن المعاشات بالزيادة 10%؟ هذا القرار تم الإعلان عنه أكثر من 3 مرات منذ شهرين وحتى الآن، كل فترة يعلنوا عنه، وجموع أصحاب المعاشات بترفض 10% لأنها بديلة عن الحد الأدنى للمعاشات. الحكومة بتستبدل الحد الأدنى للمعاشات من 10% لأصحابه، وده بيمثل انتكاسة كبيرة جدا لستة مليون مواطن. يعني يا أستاذ بدري، ما كانش فيه أي لقاءات معاكم يعني نتج عنها هذا القرار؟ لا، احنا كنا بنعلن عايزين حد أدنى للمعاشات وعايزين علاوة 20% للناس اللي فوق الحد الأدنى، وعايزين نلغي القانون 130 اللي دمح أصحاب المعاشات المبكرة. الحكومة بتدينا 10%، وبعدين الحكومة ما بتديناش من الخزانة العامة. دي موارد أموالنا، احنا بنتقاضى معاشاتنا من المؤمن عليهم، إيرادات التأمينات وفوائد الأموال. الحكومة عندها عجز في أموالنا احنا، الحكومات السابقة وحتى الآن ضيعوا أموالنا، ضيعوا تحويشة عمرنا، وبالتالي احنا في موقف صعب. اتحاد المعاشات قرر الاحتجاج أمام مقرات التأمينات أول يناير. احنا مش بتوع مظاهرات، ولا احنا هنمثل اي اضرار بالوطن. انتوا بس هتعملوا استاذ بدري وقفة احتجاجية مش كده؟ ايوه، وقفة احتجاجية امام بعض المحافظات من القاهرة الكبرى. تمام. احنا بنحتاج عشان يسمعونا، رغم ان انا قلت الكلام ده لرئيس الجمهورية في لقاء معه، قلت له احنا بنتعذب والحكومة بتنكل بينا والحكومة مهمشانا واحنا بنتعرض للفار والمرض ومحدش بيذكرنا، نعمل ايه؟ طب بعد رئيس الجمهورية انا اعمل ايه؟ طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا برضو على توضيح رايك في هذا القرار، الاستاذ البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لاصحاب المعاشات، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. من جريدة اليوم السابع، الجريدة الحقيقة بتكشف في تحقيق استقصائي لعب أطفال بها أشعات قاتلة. تكشف جريدة اليوم السابع في عددها الصادر اليوم السبت من خلال تحقيق استقصائي لزيادة لنسبة الأشعة الكهرومغناطيسية بألعاب الأطفال الصينية بعد فحصها، ليوضح طبيب مخ وأعصاب أن التعرض الزائد لهذه الموجات يؤدي إلى الإصابة بالسرطان. وأيضا من جريدة الجمهورية،
وزير التموين يضع حجر الأساس لإنشاء صومعة بالوادي الجديد غدا. يقوم دكتور محمد أبو شادي وزير التضامن والتجارة الداخلية وزير التموين عفوا والتجارة الداخلية غدا الأحد بزيارة إلى محافظة الوادي الجديد. يقوم خلالها هو واللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد بوضع حجر الأساس لإنشاء صومعة حبوب بمدينة الخارجة بطاقة تخزينية 45 ألف طن وبتكاليف حوالي 90 مليون جنيه وعلى مساحة 20 ألف متر مربع. كما يقوم دكتور محمد أبو شادي وزير التموين ومحافظ الوادي الجديد بتفقد مخبز بلدي ومستودع بوتاجاز بقرية ناصر النموذجية ومخبزي آل البيت والسلام بحي البستان، بالإضافة إلى زيادة محطة التعاون للبترول ومحطة تعبئة البوتاجاز ومطحن دقيق بالخارجة. وأيضا للتعليق على هذا الخبر وتوضيح معنا هاتفيا الأستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، أهلا بك. أستاذ محمود، نريد توضيحا من حضرتك لهذا الخبر، يعني تفاصيل الخبر الذي صدر عن جريدة الجمهورية اليوم بوضع حجر الأساس لإنشاء صومعة جديدة بالوادي الجديد، تفضل يا فندم. الصومعة الجديدة دي بتيجي في إطار الخطة اللي وضعها الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية لإنشاء عدد كبير من الصوامع على مستوى الجمهورية للحفاظ على جودة القمح، لأن في النهاية بتدي لإنتاج رغيف خبز مدعم جيد، وده ان شاء الله في خلال السنه او سنه ونص هيتم انشاء 95 صومعه على مستوى الجمهوريه مكان الشؤون الترابيه والاسمنتيه. يعني الخطه للحفاظ على القمح ان هي تبقى 75 في خلال سنه 2014 كلها. 95 صومعه. 95 في خلال 2014 كلها. باذن الله، اولا بتضمنهم 25 صومعه دي ضمن المرحله الثانيه من المشروع القومي لانشاء 50 صومعه على مستوى الجمهوريه. وكمان خمسه ودي الاولين بسعه 30,000 طن لكل صومعه. وتم الاتفاق مع دوله الامارات على انشاء 25 صومعه بسعه الصومعه 60,000 طن قمح. تمام. وفي نفس الوقت الدكتور محمد ابو شادي صرح للقطاع الخاص بترخيص بانشاء 45 صومعه على مستوى الجمهوريه، وده هيتيح ساحه تخزينيه لحوالي اكثر من 4.5 مليون طن قمح، وده للحفاظ على جوده القمح من الاتربه ومن القوارض وعدم خلطه بالرمال وكده. ده بالنسبه لموضوع الصوامع. لكن في عندنا حدث النهارده برضك مهم، ان الدكتور محمد ابو شادي وزير التموين والتجاره الداخليه هيفتتح اليوم باللجنه العامه للمساعدات بمدينه نصر معرض للحوم والبقوليات والخضر والفاكهه بمناسبه راس السنه واعياد الاخوه المسيحيين، وده هيكون باسعار اقل من الاسواق بحوالي 25%، وده هيستمر ان شاء الله لحد يوم 7 يناير باذن الله. من النهارده باذن الله لحد 7 يناير باذن الله. طيب أستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التوضيح. وعودة مرة أخرى إلى جريدة اليوم السابع. اليوم السبت بدء الامتحانات في 22 جامعة حكومية في حراسة الشرطة. جامعة عين شمس الامتحانات خط أحمر. تفاصيل الخبر بتقول تبدأ اليوم السبت امتحانات نصف العام داخل 22 جامعة مصرية تحت حراسة الشرطة، وحذرت جامعة عين شمس أي طالب أن يكتب شعارات سياسية مؤكدة أنه سيتم إحالة الطالب إلى مجلس تأديب مع تحويل كراسة الإجابة إلى لجنة خاصة. وأكدت جامعة عين شمس أن الامتحانات خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ومن يمتنع عن أدائها ستكون درجته صفر ولا إعادة للامتحانات التي عقدت. وقال دكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس أن الجامعات أمام خطة ممنهجة لنشر الفوضى والعنف وإبراز للعالم أن جامعات مصر تسقط، مضيفا نجاهد ونحارب منذ بدء العام الدراسي يوم 21 ديسمبر من سبتمبر عفوا من أجل استقرار الجامعة ومواجهة ذلك. ومن جانبهم دعا طلاب الإخوان إلى الإضراب عن الامتحانات بكل جامعات مصر حتى يتم الإفراج عن الطلاب المحبوسين، واعتراضا على الانتهاكات التي يتعرض لها الطلاب بالجامعات والمدن الجامعية على حد قولهم. من جريدة الوطن الصحة،
حالتا وفاة وخمسون مصابا حصيلت اشتباكات الجمعة. أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين في مستشفيات الوزارة جراء أحداث أمس الجمعة من اشتباكات بين جماعة الإخوان والشرطة والأهالي بلغت 50 مصابا في محافظات القاهرة والجيزة والمنيا والإسماعيلية والفيوم والسويس، خرج منهم 31 مصابا بعد تحسن حالتهم. وأضافت الصحة في بيان لها أن حالتي وفاة سقطتا في الاشتباكات، إحداهما في المنيا والأخرى في دمياط. ومعنا للتعليق على هذا الخبر دكتور محمد فتح الله المتحدث باسم وزارة الصحة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. أهلا بك يا فندم. دكتور، هنا في جريدة الوطن هناك يعني الخبر بيقول أن حالتين وفاة فقط وخمسون مصابا، تحسن منهم 31 مصابا، ما تعليقك يا فندم؟ تفضل. لا، هو في تصحيح الخبر لأن لسه الإجمالي ما تعملش، فهو إجمالي عدد المصابين هم 56 إصابة. 56 إصابة. حضرتك اللي خرج فعلا 34 إصابة، الباقي موجود تحت العلاج. حالات الوفاة خمس حالات وفاة. خمسة مش اتنين. لا، خمسة حقيقة. طيب، توقعات حضرتك ايه للاسابيع القادمه؟ يعني احنا كل جمعه بنواجه مشاكل يعني خاصه بهذا الموضوع، وبيبقى بعديها وزاره الصحه بتقول بيان زي ما حضرتك بتقول. توقعاتك ان تقل ام تزيد هذه الاعداد؟ لا، ان شاء الله، يعني ان شاء الله تبقى الامور احسن والامور افضل، وان شاء الله يبقى الحالات اقل وما يبقاش في تظاهرات، لان احنا يعني يهمنا ان يبقى في استقرار في البلد عشان نقدر باذن الله يعني ان الامور تمشي في الاتجاه السليم باذن الله. شكرا دكتور محمد فتح الله المتحدث باسم وزاره الصحه على توضيح الخبر. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، ومن جريدة المصري اليوم: المصرية لحقوق الإنسان، العمليات الإرهابية لم تعطل الاستفتاء. أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بسبب الأحداث الإرهابية التي تزايدت وتيرتها في الفترة الأخيرة، لما تمثله من اعتداء على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي. وأكدت المنظمة في بيان لها أمس الجمعة أن العمليات الإرهابية التي تمارس ضد حزمة حقوق الإنسان في الدولة المصرية تسعى إلى تهديد كيانها واستقرارها وأمنها، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية ومعالجة الانفلات الأمني وتكثيف القوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للمواطنين والمنشآت الحيوية. وإلى جريدة الدستور: هيكل الأمريكان تجسسوا على كل شيء حتى محلات البقالة. أكد دكتور محمد حسنين هيكل الكاتب والمحلل السياسي المعروف، أكد أن أمريكا اعتمدت بشكل ما على نظام التجسس للتعرف على اتجاهات الدول، موضحا أن أمريكا تمتلك 120 بليون مكالمة مسجلة، وهذا معناه أنهم تجسسوا على كل شيء حتى محل البقالة على حد تعبيره. وانتقد هيكل خلال حواره على إحدى القنوات الفضائية سياسة قناة الجزيرة مباشر مصر قائلا: أختلف مع السياسات التي تنتهجها القناة لأنها مشروع خطر من أوله إلى آخره، فأنا لم أكن أمانع أن يكون هناك قناة تتحدث عن الوضع في مصر، ولكن أن تكون هناك قناة اسمها الجزيرة مباشر مصر. قل رسالتك حيث أنت كما تشاء، لكن أن تسمي المحطة باسم بلدي لا يصلح. من جريدة الأهرام: أربعة وزراء يفتتحون مؤتمر الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال بمشاركة 100 مستثمر سعودي غدا. يفتتح وزراء الصناعة والتجارة والاستثمار والإسكان والتعاون الدولي مؤتمر تدشين الجمعية السعودية المصرية غدا الأحد برعاية السفير أحمد قطان سفير السعودية بالقاهرة، وبمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال سعودي. وقال أحمد درويش أمين عام الجمعية أن الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله الراجحي سيتم تدشينها بالقاهرة، وسيلقي وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخ عبد النور كلمة نيابة عن دكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء. وأضاف أنه سيشارك في أكثر من 100 مستثمر سعودي في حفل التدشين، بالإضافة إلى حضور واسع النطاق من جانب رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والسعوديين الأعضاء بالجمعية.
من جريدة المصري اليوم، وزير التضامن يوجه لسرعة الموافقة على 30 طن بطاطين لمصر الخير. قرر دكتور أحمد البرعي وزير التضامن الموافقة على المنحة المقدمة من دول الخليج لمؤسسة مصر الخير والمتمثلة في 30 طن من البطاطين مساعدة منهم في مواجهة موجة البرد القارس الذي يواجه فقراء المصريين. وأكد الدكتور هاني مهنا المتحدث الرسمي لوزارة التضامن أنه فور عرض الإعلامي خيري رمضان للقضية سارعت وزارة التضامن للاستجابة، وأن الوزارة تنتظر من مؤسسة مصر الخير خطابا بطلب الموافقة، وسيتم الرد عليه فورا بالإيجاب. ومن جريدة الوطن، بعد وطني حبيبي واخترنا تسلم الأيادي وفوضناك تتربعان على عرش الأغاني الوطنية. الأغاني بعد ثورة يونيو تعتبر سلاحا معنويا لدعم الجيش في مواجهة التحديات. في فترة الستينات والسبعينات وحتى التسعينات كانت الأغاني الوطنية مختلفة من حيث الكلمات والإيقاع وكذلك مناسبة غنائها التي غالبا ما كانت ترتبط بنصر ما أو احتفال بعيد ما. فنجد أوبريت وطني حبيبي وكذلك مصر اليوم في عيد المطربة شادية وأوبريت اخترناه الذي اشترك فيه عدد من المطربين تأييدا للرئيس الأسبق حسني مبارك، وتزايدت ثقة الشعب المصري بدرجة أكبر في جيشه أثناء ثورة 30 من يونيو باعتبارها ثورة سندها الجيش المصري الذي خضع لإرادة الشعب والذي خرج بالملايين إلى الميادين لإسقاط نظام فاشي حاول السيطرة على كل السلطات في البلاد. ويحظى الجيش المصري بمساندة شعبية غير مسبوقة في أعقاب ثورة 30 يونيو، وهو الأمر الذي اعتبره قادة القوات المسلحة سلاحا معنويا لجنود وضباط وقادة الجيش، وظهرت بوضوح في أغنية تسلم الأيادي التي كانت البداية مع الفنان ونقيب الموسيقي مصطفى كامل صاحب فكرة أوبريت تسلم الأيادي الذي أشعل به الساحة الغنائية مع مجموعة من المطربين منهم خالد عجاج وإيهاب توفيق وغادة رجب وحكيم وسومة وأحمد عجاج وأحمد كامل. جريدة الشروق، الفنان راغب علامة بعد تفجيرات القاهرة الإرهابيون يستهدفون الأبرياء ببيروت. أدان الفنان اللبناني راغب علامة حادثة اغتيال وزير المالية السابق محمد شطح في انفجار استهدف وسط العاصمة اللبنانية بيروت صباح الجمعة قائلا: الانفجار الإرهابي مدان ومستنكر. وقال راغب علامة في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: رحم الله الوزير محمد شطح وتعزينا إلى شعب لبنان كله، السؤال ليش قتلوه؟ وأشار راغب علامة أيضا إلى الأحداث التي تشهدها القاهرة وقوع حوادث انفجارات متتالية موضحا: الآن وبعد انفجار القاهرة المجرمون الإرهابيون يستهدفون المدنيين الأبرياء في بيروت بانفجار كبير، الله يرحم الشهداء وينتقم من المجرمين. يذكر أن دوي انفجار قوي هز وسط العاصمة اللبنانية بيروت صباح أمس، واستهدف الانفجار موكب وزير المالية السابق محمد شطح أثناء توجهه إلى منزل سعد الحريري الموجود خارج البلاد. الحقيقة خلصت أخبارنا مشاهدينا، ولكن كنا السبت اللي فات كنا قد فتحنا معكم فقرة أحوال الناس، موضوع الاستثمار العقاري وما يحدث به، وطبعا إيمانا منا بحق الرد الذي هو طبعا مكفول الجميع في برنامجنا صباح دريم. معنا الآن هاتفيا للتوضيح وللرد الأستاذ محمد حمودة المستشار القانوني لمجموعة أميريتس هايتس اللي هيوضح لنا طبعا بالتفصيل إيه اللي حصل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، أهلا بيك بالمشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أستاذ محمد، طبعا حضرتك يعني لك حق الرد وتوضيح ما حدث. كان في طبعا إدانة شديدة للشركة وإدانة شديدة لأحد الشركاء يعني في هذه الشركة، والناس كانت بتقول إن هم ما استلموش الشقق بتاعتهم، فأرجو من حضرتك التوضيح. تفضل يا فندم. الأول أوضح لك حاجة. تفضل يا فندم. ثورة 52 لغت مننا البشوية والبكوية، وحضرتك لغيتي مني لفظ الدكتور اللي انا خدته في فرنسا وطلع لي 7 سنين، فدي الاول توضيح. وبعد كده معلش يا دكتور انا اسف. وبعد كده اوضح بقى ايه القصه بتاعت موقف ايه. بص يا فندم. اتفضل يا فندم. القصه لا يوجد اي حاجز ليس له وحده. احنا بنينا المشروع باكمله حضرتك، القصه كلها تكمن. الراجل ده بدا المشروع سنه 2007. اول ما بدا المشروع حجز الناس فيه الجيش، كانت شكوى سعيد عبد الخالق الصحفي رحمه الله عليه،
راح نازل بحلقات في جريدة الوفد ان الارض بتاعة المشروع ارض الجيش، علما بان الراجل بيشتري ارض المشروع من 1999 يبقى عقد مسجل اخضر سليم. الجيش حط ايده على الارض ومنع ان حد يشتغل فيها من 2007 لغاية في شهر يناير 2011. يناير 2011 اترفع منه القصر بتاع الجيش. شوفي بقى حضرتك يعني الراجل قاعد 3.5 سنين لظروف قاهرة، الجيش بيفحص في الارض لغاية لما تأكد ان الارض سليمة وملك الراجل. رفع ايده من عليها في 2011 في يناير قبل حركة 25 يناير. قامت حركة 25 يناير، ثم ما حدث من انفلات امني، الراجل كان استلم المشروع هو بالضبط 10 ايام، دخلوا العرب في حالة الانفلات الامني وخدوا المشروع ودخلوا خدوا المعدات وسرقوها وبعوها. كويس حضرتك؟ تمام. عقبال لما عرف يخرج الناس خرجهم بعد شهرين، ابتدى يشتغل 4 اشهر راحت داخلة محافظة مطروح واخد المشروع 7 اشهر بتفحص ورقه. سبع شهور بيفحصوا في الورق، تأكيد غير الجيش. فالراجل بهذه الصورة منع من العمل لمدة 5 سنوات، وبالرغم من هذا نجح في خلال مدة عمل منقطعة من 2007 لغاية 2013 لا تتعدى سنة في بناء المشروع بأكمله. 3500 وحدة المحجوزين بتضمن كل المشاهدين، كل الناس اليوم وحدات. أنا بنفسي انتقلت، النيابة رغم كل شيء انتقلت بنفسها وشافت، وأنا بهيب بالسيد النائب العام إن إحنا نرفع شوية إيدينا عن الراجل، لأن مش معنى إنه له خلاف مع شريك إماراتي وأن الإمارات دولة شقيقة بتساعد بعض ان احنا نقعد واخدين موقف من الرجل بهذه الصوره. والاقي ضابط الاموال العامه، طبعا نيابه مالهاش ذنب، البيت ضابط الاموال العامه الذي ساقوم بالتوجه بشكواه الى وزير الداخليه وساقوم بعمل احضر تسميه ضده. البيت ضابط الاموال العامه اللي عمال يكلم في كل الناس يقول لهم الحاوضه المشروع نصب روحوا قدموا بلاغات بنفسه بيكلم، وثبتت النيابه هذه الملحوظه. البيت هذا العبيد الذي يجب ان يوقف، وانا هكلم وزير الداخليه في هذا الشان. انا بهيب بالجميع ان احنا يا اخواننا حمادا للاستثمار ان احنا نبقى عقلاء شويه نحافظ على الاستثمار. الراجل راح روحه بنفس، الناس كلها راحت اتفرجت، وحدات كلها كملت، الراجل تعهد في النيابه بتسليم المشروع باكمله مشطب بقى، هو خلص البنى مشطب على اخر 2014، كل حاجز وحده هياخد وحدته. رجعنا يا فندم ان احنا مفيش داعي كل يوم نهدم استثمار، ما ينفعش. هو حضرتك حضرتك دكتور، هو حضرتك شايف ان يعني إدانة رجل الاعمال سامي القريني مثلا يعني لها بعد سياسي؟ لا يا فندم، هي مش إدانة، هو اتهام. اولا إدانة دي يعني اتحبس، يعني خد عقوبه او اتهامه، اتهامه يعني. في حد ذاته يا فندم اتهامه نتج من بعد سياسي. طب لما النيابه دايما بتبقى معتدله جدا يا فندم، ما بتعملش حاجه غلط الا بناء على تحريات. يعني اتهامه له بعد سياسي فعلا يا دكتور مش كده؟ التحريات طبعا. بص يا فندم، لا الا بعد سياسي، لا الا حاجه تانية يثبتها تحريات وزاره الداخليه مع الضابط اللي عمل التحريات دي. ويجب ان احنا يبقى لنا وقفه هنا زي ما بنناصر الداخليه، وانا كمحمد حمود اكتر بنناصر الداخليه في كل عصور ضعفها، زي ما احنا بنناصر الداخليه يجب ان احنا نحاسب الضابط اللي يتصرف تصرف زي ده ويحاسب محاسبه اداريه وجنائيه ويذهب الى محكمه الجنايات بجنايه التزوير، حتى لا يكتب ضابط بعد كده تحريات كاذبه يضحك بيها او يحاول ان يضلل النيابه العامه كما يحدث الان. ثقتنا كامله في ان النيابه العامه هي جهه محايده، وانا النائب العام العظيم اللي انا بقول عليه نائب عام من اعظم نواب العموم اللي شهدتها مصر. أيوة. ان عند تحقيق القضيه برمتها تحقيقا كاملا وافيا، وبعد المستندات التي قدمناها، وبعد انتقال النيابه المعينه، وبعد ما تعهدنا به من تسليم للوحدات مشطبه في اخر 2014، ان هذا الموضوع ينتهي بامر بألا وجه لاقامه الدعوه، ولكن ده ما يمنعش ان احنا نحتفظ بحقنا قبل الضابط بتاع الداخليه، قبل اللي قدم الشكاوي والبلاغات، في ان احنا ناخد حقنا منه كامل، لان هذا الرجل كاد ان يعصب بمشروعه باكمله، وكاد هذا الرجل المسكين ان يدخل طلبه كانت الخطه بتاعه الولد الضابط بالاشتراك مع مجموعه من المعاونين هنعرفهم
ان هو يقول للناس روحوا على وحداتكم وخدوها بالعافية عشان يبوظ المشروع بأكمله. هذا الموضوع هدم استثمار ب4 مليار جنيه يخطأ فيه ضابط بوليس بهذه الصورة، يجب ان يحاسب جنائيا واداريا. ولن اتركه انا دكتور محمد حمودة اللي هو واحد من اكبر محامين مصر، بقولها لك لن اترك المخطئ، لاننا في مرحلة تحتاج الى حماية الاستثمارات، الى دعم كل إنسان بيؤدي عمله بأمانة وشرف، وإلى محاسبة كل إنسان بيؤدي عمله بلا أمانة ولا شرف. هذا قولي لحضرتك يا فندم. شكرا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التوضيح دكتور محمد حمودة المستشار القانوني لمجموعة أميريتس هايتس. واضح ان الموضوع له عدة ابعاد، واحنا طبعا في برنامجنا صباح دريم اكيد هنتابع هذا الموضوع. مشاهدينا بعد الفاصل انتظرونا وفقرة التقارير، ابقوا معنا.